الاخوان تبارك الرحمن اللهم بارك نسلي واحد الكره لاكليل شوفاج سخونيه طوموبيل موتور اللهم بارك بصح ياسر ثمنها 190 الف درهم الاخوان اللي بغى يركب عالي ونعمل عالي مرحبا به عند مصطفى ولا كاين شي بياسه بحال البيع شرفونا في قناه راه مرحبا بياسه هذا وتحيه لسيدي سليمان اللي جابونا هذه البياسه عزاز وغالي هذه 6000 درهم الاخوان واللي بغى الحباب ديالي الاقتصاد والفخامه عاوتاني والايرلاين وحديد الالمان تبارك الرحمن دور معايا التليفون هنا شوفوا ان شاء الله قبلوا معانا هنايا شوف معايا واللي بغى عاوتاني حديد الالمان هذا تبارك الرحمن وهذه كنشكروا عليها الناس ديال فاس احلى ناس اللي جابونا احلى ايرلاين تبارك الرحمن 12/2019 ديوانه 2023 شهر 3 ضربه 94000 بروميير مان تفضل دابا تشوف لك يا البانوراميك ديناميك لا خدام عليك مرحبا بك برع عليا الوليدات الله يخليك السي حمزه برعتينا في التصوير باقا ما تغسلات ما تسيكات عدوز في لافاج كومبلي وعاد نهضروا عليها ان شاء الله صافي يا حليب خبيشات لا تكاد تذكر هاو شيو هاد هما الخبيشات كلشي ديال الدار وما سال ما تسيكات ما تغسلات ما والو نضربوا بها ان شاء الله دويره وغدا تلقاوها موجوده بقى ليها على 2020 شي 20 يوم تكمل 2020 وديوانه 2023 شهر 3 ويلاه ضاربه 94000 بالكارني ديالها اوريجينال ومولاها الاول اللي شراها من المانيا هو اللي دخلها مرحبا به